عايزك بقى تقول لي كل حاجة عن اللي اسمهم صابر وحامد. يعني تحت أمر جنابك. الاتنين دول اللي اسمهم صابر وحامد عايز أسمع خبرهم مع بعض. يعني تبعتوا لهم مجموعتين في نفس التوقيت. مفهوم؟ مفهوم. خش قولي هنا. خش. قوم يا فلاح انت هنا. ايه ما بتسمعش؟ بقول لك قوم تعالى هنا. الله 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 الله. على فين يا خواجه؟ اسمع، اللي يخصكوا في البلد دي هي القلعه دي، لانها بتاعت المماليك ونكسه زيهم وزيكم. لكن الارض دي ارضاني، واني لسه منقي منها الدوده ومش عايز فيها نجاسه. مشي. هم علموكوا في بلدكوا تعملوها كده في السكك؟ اصل احنا عندنا اللي بيعملها كده في السكه بنوكلوها له. اجري حصل اخواتك. صابر 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 صابر، ما تخافش يا اخويا، ما تخافش ما تخافش. مش ابوك اخاف؟ انت لو شايف اللي انا شايفه هتتمنى تبقى مكاني يا صابر. دي احلى موتة يا حامد. لا يا صابر. صابر صابر.